يقوم بتقوية جهاز المناعة عند الحامل، كما يعد الجهاز المسؤول عن مقاومة الفيروسات والأمراض والبكتيريا إذ يهاجمها ويحاربها، كما يعالج مرض الضغط العالي عند الحامل، وبالتالي يفيد في ضبط مستوى الضغط في الدم، كما يقوم بطرد السموم من جسم الحامل بشكل فعال. يتميز البصل باحتوائه على حمض الفوليك الذي يعد مهما جدا للحامل في مرحلة الحمل، لأنه يفيد في منع التشوهات الخلقية التي من المحتمل أن تصيب الجنين، كما يقوم بتخفيض مستوى السكر في الدم الذي يفيد في حماية الحامل من خطر الإصابة بمرض سكر الحمل الذي تتعرض له الكثير من النساء في مدة الحمل، كما يحمي الحامل من خطر الإصابة بالالتهابات التي تتعرض لها مثل التهاب المفاصل وغيرها، كما يحافظ على كثافة الشعر ونموه أثناء مدة الحمل. تقدر الإشارة إلى أن هناك العديد من النساء اللواتي تعانين أثناء الحمل من تساقط الشعر وتقصفه، كما تعاني العديد من النساء أثناء الحمل من الكثير من المشاكل في جهاز الهضم مثل الانتفاخ والإمساك، لذلك يفيد البصل في تحسين عمل جهاز الهضم والتقليل من مشاكله ومعالجتها، إذ أنه يعالج الإمساك والانتفاخات. ويحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية التي تتمثل بكل مما يلي: الدهون والبروتين والسكريات والكربوهيدرات والألياف الغذائية والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامين جيم وفيتامين ب6. وهناك الكثير من الفوائد التي يوفرها البصل لجسم الإنسان، ذلك بفضل احتوائه على بعض المركبات التي تشبه في خصائصها بعض الأدوية الطبية، كما أنه غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، فيقي من خطر الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، حيث يفيد في التقليل من الإصابة بسرطان المعدة، ذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من مركبات الكبريت العضوية، إضافة إلى أنه يعد من المصادر الغنية بفيتامين جيم والذي يحارب تكوين الجذور الحرة التي تسبب مرض السرطان، بالإضافة إلى أن البصل يحتوي على كميات كبيرة من الألياف. أشارت العديد من الدراسات التي أجريت إلى أن تناول البصل بانتظام يفيد في التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما يحافظ على صحة القلب، فيتميز باحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونيدات والبوتاسيوم والتي تفيد في التقليل من ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مركبات الكبريت التي تفيد في منع تشكل جلطات الدم، كما يقلل من مستوى السكر في الدم. فيتميز البصل النيء بأنه مفيد في معالجة مرض السكر من النوعين الأول والثاني. أظهرت بعض الدراسات التي أجريت أن البصل يفيد في تنظيم مستوى السكر في الدم، ويحتوي البصل على نسبة جيدة من فيتامين ب6 الذي يسهم بدوره في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحتوي البصل على نسبة عالية من فيتامين جيم والذي يعد مهما من أجل عملية إنتاج الكولاجين الذي يفيد بدوره في تحسين بنية الشعر والجلد.